سيادة اللواء هاي دار لك ما يصير هذا هذا واحد تاي انا تاي مدير يقول لي تاي تاي انت تاي مو تاي قاعد انتبه الاعلام واضح اشوف هذا مدير دائرة مدير دائرة الاحزاب هذا مدير دائرة الاحزاب توعوه العباس هذا مدير دائرة الاحزاب يقول لي انا تاي انا تاي خلنا نشوف يا تاي انا لو هو الان احنا بدات الزرافه طبينا المدير باسلوب سلمي حضاري كذا القانون والدستور والعرف الاجتماعي قلنا له انت تشتغل خادم عند الشعب انت تشتغل عند الشعب انت تشتغل عند الشعب والشعب رفض يقول بس احنا جلسنا نمثل 2000 شخص بساحه احتفالات المثنى واضح ساحات العصابات اعطيناهم حكايه راح نسد دوائر المدراء الفاسدين الفاسدين اللي ما قدموا اي شيء المثنى وملوكيه مستلمينها جينا حتى ما نترك مجال لباقي الناس المندسين بان تدخل والمتظاهرين وتخرب الدائره والدائره عندنا وموظفينهم اخوتنا والمراجعين اهلنا لذلك اجينا لجنه ننقل صوره حضاريه حتى ما نترك اي تدخل خارجي واللي الطرف الثالث اللي يسميهم الحكومه او المندسين ومنعنا من الدخول منعنا احنا 4 زعاطيط تايهين من كلام من مدير دائره محترم على اساس ونخلي مجلس محافظه الفاسد المقال احنا فاسدين و4 زعاطيط